السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من الفضاء التشادية من أنجمان، ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية العربية لهذه الأمسية. أطلق صباح اليوم وزير الإنتاج والري والمعدات الزراعية سيد قمر السليك أعمال الورشة التفاكرية لتبادل الآراء والأفكار حول التنمية الريفية للمناديب الإقليميين. جرت المناسبة بحضور وزيري المياه والثروة الحيوانية. جرت المناسبة بفندق هيلتون. تقرير فاطمة داود الحمير. تطبيقا للمرسوم رقم 604 الصادر في 11 من أغسطس للعام 2016، والذي يقضي بموجبه دمج المندوبيات الإقليمية لكل من وزارة الإنتاج والري والمعدات الزراعية ووزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني ووزارة المياه ووزارة البيئة والصيد في مندوبية إقليمية واحدة. جاءت هذه الورشة التفاكرية من أجل تبادل الآراء والأفكار لصالح المناديب الإقليميين للتنمية الريفية وتوجيههم وتعريفهم على كافة الأعمال المدرجة في لوائح الوزارات الأربعة، إضافة إلى سرد العديد من المزايا التي يمكن أن تزيد من مدخول الزراعة والثروة الحيوانية على حد سواء. في كلمته الافتتاحية لهذه الورشة، وزير الإنتاج والري والمعدات الزراعية السيد قمر السليك أشار إلى أهمية هذا الدمج للمناديب الإقليميين في التنمية المستدامة للبلاد، وأنه يجب عليهم القيام بكل الأعمال التي أوكلت إليهم في إطار القواعد والأسس التي حددتها الوزارات الأربعة من أجل النهوض بالقطاع الزراعي والحيواني والبيئي اقتصادياً، طالبا من المناديب تقديم كل اقتراحاتهم التنموية ليتم دراستها وإجازة بعض منها، لأن القطاعات الأربعة الآنفة الذكر من أهم القطاعات التنموية للبلاد. ويمكننا القول بأن هذه الورشة تسمح للمشاركين التعرف أكثر على أهمية هذا الدمج في بلورة الجانب الاقتصادي للبلاد. التقت صباح اليوم عمدة بلدية أنجمان السيدة مريم جمع عبيد بأعضاء مجموعة جياد الصناعية السودانية بهدف عرض المشاريع التنموية لصالح مدينة أنجمان. جرى اللقاء بفندق هيلتون. تقرير محمود مسلفين. في إطار العلاقات المتينة والأزلية بين البلاد وجمهورية السودان الشقيقة، وذلك في ظل التعاون في العديد من المجالات سيما التنموية، وفي هذا الشأن جاء هذا اللقاء الذي ضم عدد من الإداريين والفنيين ببلدية أنجمينة مع أعضاء مجموعة جياد السودانية التي تعمل في المجالات الصناعية. ويهدف هذا اللقاء إلى طرح المشاريع التنموية التي تقدمت بها بلدية أنجمينة في الطاولة المستديرة للخطة الوطنية التي انعقدت بالعاصمة الفرنسية باريس في شهر سبتمبر الماضي من هذا العام. عمدة بلدية أنجمينة مريم جمعة عبيد في مستحل كلمتها رحبت بالحضور ووفد مجموعة جيات الصناعية، وقالت إن هذه البادرة تدخل ضمن العلاقات المتميزة بين البلدين، وإن البلدية ستنفذ مشاريعها التنموية عبر الشركات منها جياد الصناعية، مضيفة بأن البلدية قد منحت قطعة أرض بالدائرة العاشرة تبلغ مساحتها 5 هكتارات لتنفذ المجموعة فيها مشاريع إنتاجية. مدير العلاقات الخارجية بمجموعة جياد الصناعية أكد للصحافة بأن هذا اللقاء يسمح بتنفيذ عدد من المشاريع الإنمائية. في هذا الاجتماع استلمنا الأرض اللي إن شاء الله جياد حتقيم عليها مشروعات المتفق عليها، وإن شاء الله جياد يكون عندها الآن فعلا وجود فعلي في دولة شاد. حقيقة كثير من المواضيع تم أيضا نقاشها فيما يتعلق خدمه الخدمات المختلفه، المواصلات، اصحاح البيئه، الاجلاس المدرسي كلها. هذا وفي نهايه المناسبه قدمت عمده بلديه أنجمينة هديه للمجموعه، كما قدمت هي الاخرى ايضا هديه للبلديه. سيقوم اعضاء المجموعه برفقه الاداريين بالبلديه بزياره الى موقع القطع الارضيه التي منحت للمجموعه. نظم صباح اليوم المجلس الوطني للمنتجين الزراعيين ورشة تدريبية بهدف رفع كفاءات مشاركين في هذا القطاع. ترأس المناسبة مدير المكتب بوزارة إدارة الأراضي والحكم المحلي، وقيمت المناسبة بمقر الخلية الدائمة بفرشة. تقرير آدم حنفي فاضل.
من أجل النهوض بالتنمية الريفية وتحسين القضايا المتعلقة بالأوضاع الريفية، نظمت هذه الورشة من قبل المجلس الوطني للمنتجين الريفيين بتشاد، وذلك بهدف رفع كفاءة هؤلاء المشاركين في هذه الورشة بغية تحقيق نتائج تولج في أجندة التنمية الريفية التي هي من أولويات حكومة البلاد، والتي خصصت لها ولاية كاملة من رئيس الجمهورية. المدربين لهؤلاء المشاركين كلهم ذات كفاءات عالية تتعلق بمعرفة قضايا ومشكلات الريف المتمثلة في كل من الزراعة والرعي والإنتاج العام، سيما إصلاح الأراضي الوطنية. الأمين العام للمجلس الوطني للمنتجين الزراعيين في تشاد أكد في حديثه بأن هذه الورشة أنها ترفع من قدرات المشاركين فيها. من جانب آخر، أكد مدير المكتب المدني لوزارة إدارة الأراضي والحكم المحلي ممثلا للوزير، أكد أثناء افتتاحه لهذه الورشة مطالبا من المشاركين فيها الاستفادة القصوى والإسهام في معالجة قضايا الريف وتنميته، ويشار إلى أن هذه الورشة ستستمر لمدة يومين متتاليين، وشارك فيها قرابة 32 مشاركا من مختلف أقاليم البلاد.